وأدرك فرعون شدة المأزق الذي أوقع نفسه فيه، وكذلك أعوانه وأنصاره، فيسارع بعضهم إلى نصحه بضرورة التخلص من موسى وقتله. ولكن فرعون بدهائه كان يدرك بأن قتل موسى سيؤكد هزيمته وضعفه، فلا يلجأ إلى القتل إلا الضعيف. ففرعون يزعم أنه إله ورب المصريين الأعلى، وموسى يزعم أنه رسول إله، ولا يليق بفرعون وهو إله بأن يواجه الرسل ويحاربهم. لذلك كان قد أوعز للسحرة بأن يواجهوا موسى، أما وقد فشل السحرة وما زال موسى يواصل دعوته لربه، فإن على فرعون أن يواجه إله موسى بنفسه. بهذا المنطق الأعوج والمنحرف تحدث فرعون، وبه أقنع سادة مصر ورجالاتها، ممهدا الطريق لخدعته الجديدة وأسلوبه الجديد في مواجهة موسى ومجابهة دعوته. وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه من الكاذبين. وهكذا عاود فرعون تأكيد ادعائه لأهل مصر بأنه الإله الأعلى، بل هو الإله الأوحد، وبأنه لا يعلم لمصر من إله غيره. وقام فرعون بحركة مسرحية خبيثة، فتوجه إلى وزيره هامان وطلب منه بناء صرح له ليبحث عن إله موسى في السماء على زعمه. والصرح هو البيت العالي المزوق، ولقد كان هذا الصرح مصنوعا من الطوب، وهو المصنوع من الطين، وبعدما يجف الطين وييبس يحرق بالنار ليزداد متانة وتماسكا. أراد فرعون من بناء الصرح العالي أن يبلغ أسباب السماوات، لكن لماذا تظاهر فرعون بالموضوعية والبحث؟ تظاهر لأنه هزم أمام منطق الرجل المؤمن الحكيم. فما هو هدف فرعون من بناء الصرح؟ هدفه الظاهر هو البحث عن إله موسى في السماء، والوقوف على الأدلة السماوية التي تثبت وجوده ووحدانيته، وذلك ليكسب القوم إلى جانبه. ولكن هدفه الحقيقي من ذلك خبيث، فهو يريد إلهاء وإشغال الناس عن القضية الأساسية التي يطرحها رسول الله موسى عليه السلام، ويريد أن يصرفهم عن منطقه الدعوي، وذلك بأن يتابعوا بناء الصرح والمراحل البطيئة التي سيمر بها، وعندها تفقد دعوة الحق حيويتها وتوهجها وبريقها، وتتحول إلى قضية هامشية ثانوية باهتة، ثم يتناسونها بعد ذلك. ومن كيد فرعون ومكره الخبيث أنه سيعود من جولته العلمية البحثية المزعومة بأن موسى عليه السلام كاذب، وأنه ذهب إلى السماء ليبحث عن إله موسى ولكنه لم يجده، ولو وجده لآمن به. إن هذه النتيجة عنده قرار مسبق،
لكنه أراد أن يلبسها ثوب العلم والبحث، أي أنه يوظف البحث والعلم توظيفاً شيطانياً خبيثاً، ولمحاربة نبي الله موسى ودعوته، وللشهادة له ولفرعنته. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وهذا هو حال الطغاة المستكبرين حينما تأتيهم آيات الله وبراهينه واضحة جلية، فإنهم لا ينصاعون إليها ولا يرضخون، وحتى لو كان الإيمان بها يضمن لهم استمرار ملكهم. فموسى عليه السلام حينما جاء أول مرة بدعوة التوحيد والإيمان، خاطبه كما أمر الله بالقول اللين والكلمة الطيبة، ووعد فرعون باستمرار ملكه إن هو آمن وأقر بالله إلها واحدا لا شريك له. ولكن فرعون أبى واستكبر، وأي استكبار هو؟ فهو أدرى الناس بأنه مجرد إنسان ضعيف ولا علاقة له بالألوهية، ولكنها العزة بالإثم التي تجعل المرء يصر على افتراءاته وتجبره. ويشرع فرعون ببناء صرحه العظيم، لعل أخبار هذا الصرح وأنباءه وما يمكن أن يؤول إليه، لعل هذا كله يشغل أهل مصر وينسيهم هزيمته المذلة يوم الزينة. كما أن تحول بناء الصرح إلى سبب من أسباب تدفق الرزق على المشاركين ببنائه، سيجعل مصالح أهل مصر مرتبطة بهذا الصرح وبصاحب هذا الصرح، وبما سيؤدي إليه من النتائج المواجهة المرتقبة بين فرعون ورب موسى. ومرت الأيام وتواصلت أعمال البناء في صرح فرعون العظيم، وكلما تقدم البناء كلما تجهز فرعون للمواجهة، فأمر بتجهيز حلة حربية خاصة وبصناعة أسلحة جديدة أكثر إتقاناً في صنعتها لتكون ملائمة للمبارزة المرتقبة. ولكن على من كان يكذب فرعون؟ وهل كان يصدق فعلاً بأنه سيتمكن من إحراز نصر بهذه المواجهة؟ ما أقلق فرعون هو أن الناس بدأت تتداول مسألة مهمة، وهي أن نية فرعون بالصعود إلى السماوات هي دليل على اعترافه وإقراره بوجود إله موسى، وبالتالي فهو دليل على صدقه وصدق نبوته. ويدرك فرعون مأزقه، ويدرك هامان الورطة التي وقع فيها مولاه، لكن ذهن فرعون وشيطانه هامان تفتق عن فكرة حيلة جديدة تخلط الحق بالباطل. وكان الموعد في جلسة من جلساته مع سادات مصر، وعندها برر فرعون فعلته بأسلوبه المتهافت: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هكذا يبني الطغاة المتكبرون منطقهم، منطقا حافلا بالمغالطات والمخادعة. ففي النهاية ادعى فرعون
بأنه يظن موسى كاذبا، وما نحسبه كان مقتنعا بهذا، ولكن أعمال بناء الصرح تواصلت واستمرت، وإعداد أسلحة فرعون ودروعه شارفت على الانتهاء، ومكر فرعون وهامان مكرهما، ولكن ما قابله هو تدبير ومكر الله سبحانه مالك الملك، الذي يحطم مكر الطغاة ويجعله هباء منثورا. وهكذا وفي ساعة نحس على فرعون وهامان ومن والاهما، انقضت صاعقة هائلة، فاندك الصرح وتداعى بنيانه في لحظات، وإذ بما صرفه فرعون من جهد وأموال يتحول بلمح البصر إلى أطلال يقف فرعون عليها عاضا على أصابع الحسرة والندم. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب.